دلوقتي خلينا نرجع لدينا مرة تانية عشان تعرفنا على أسعار العملات والذهب. فعلا جمانة دلوقتي جه معادنا وعشان نتعرف مع حضراتكم على أسعار صرف عملات الرسمية النهاردة. هنبدأ معاكم من الدولار الأمريكي، وبالنسبة لسعر البيع هيكون 24 جنيه و10 قروش، والشراء 24 جنيه. اليورو 24 جنيه وقرشين للبيع و23 جنيه و91 قرش للشراء. الجنيه الاسترليني 27 جنيه 99 قرش للبيع، 27 جنيه 86 قرش للشراء. فرانك سويسري 24 جنيه و19 قرش للبيع و24 جنيه و8 قروش للشراء. اليوان الصيني 3 جنيه 32 قرش للبيع، 3 جنيه و30 قرش للشراء. وبالنسبة للعملات العربية، فالريال السعودي وصل ل 6 جنيه 41 قرش للبيع و6 جنيه 38 قرش للشراء. الدينار الكويتي 77 جنيه 92 قرش للبيع، 77 جنيه 57 قرش للشراء. وأخيرا الدرهم الإماراتي 6 جنيه 56 قرش للبيع و6 جنيه 53 قرش للشراء. بالنسبة لمتوسط أسعار الذهب النهاردة، عيار 18 سجل 1059 جنيه، عيار 21 سجل 1235 جنيه، عيار 24 سجل 1411 جنيه، والجنيه الذهب وصل ل 9880 جنيه. وبكده عرفنا حضراتكم عن أسعار صرف العملات الرسمية النهاردة وكمان أسعار الذهب. هرجع مرة تانية لجمانة عشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر.